إذا اليوم أيضا من الأحداث الهامة التي نركز عليها ونتابعها أولا بأول بدء تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد في 138 سفارة وقنصلية في الخارج. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر معي على الهاتف السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية. صباح النور أو صباح الخير دكتور بدر. طبعا نور يا فندم. سعاد سفير قول لنا كيف يبدو المشهد في السفارات والقنصليات التي بدأ فيها تصويت المصريين في الخارج على الدستور؟ عملية التصويت بدأت بالفعل في دول شرق آسيا، بدأت بنيوزيلندا ثم أستراليا ثم الآن يعني في اليابان والصين وكوريا الجنوبية. نعم. وتسير بشكل إيجابي في إطار من الهدوء والنظام، والأمور تسير على ما يرام، والسفارات فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر في هذه السفارات وستستمر عملية التصويت الآن تجري في دول الخليج العربي وفي باقي الدول حسب التوقيت الزمني في هذه الدول من 9 صباحا إلى 9 مساء. سعاد سفير، يعني بعض الدول كما لاحظنا إجمالي عدد المصريين المسجلين في جداول الانتخاب فيها يقل كثيرا عن عدد المصريين المتواجدين في هذه الدول، على سبيل المثال السعودية اللي فيها 312 ألف تقريبا، بينما عدد المصريين المتواجدين هناك يتجاوز المليون أو المليون ونصف. ما السر في هذا الفرق في عدد الأفراد الجالية وعدد المسجلين في الجداول؟ في أسباب كثيرة، يعني من بينها ان العدد كبير ليس لديهم بطاقات رقم قومي، رغم ان تم ايفاد بعثات من وزاره الداخليه لاستخراج بطاقات الرقم القومي في الخارج. ايضا يعني لم يقدم حتى من لديهم بطاقات رقم قومي لم يقدموا على التسجيل وتحديث بياناتهم على الموقع الالكتروني للجنه العليا للانتخابات. وخلال فترة السماح بتسجيل وتحديث البيانات التي استمرت أكثر من 45 يوم وتم إغلاق الباب في 3 ديسمبر الماضي، جزء منه يعني عدم اهتمام، جزء منه إن ناس مش ما عندهاش وقت يبدو كده، في أيضا عدم وجود بطاقات رقم قومي، يعني كل هذه عوامل مختلفة. لكن الأمر ليس له علاقة بالدعاية السلبية اللي بيمارسها الإخوان ضد مشروع الدستور على الإطلاق، بدليل أن العدد ده طول عمره كان موجود حتى في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب، مجلس الشورى، الانتخابات الرئاسية بتاعت 2012، استفتاء الدستور، بل زادت هذه الأعداد بحوالي 12 ألف ناخب جديد تم تسجيلهم منذ الاستفتاء على دستور 2012. تمام. طيب هل تم حل مشكلة الاعتصام اللي قام به عدد من المصريين في السفارة المصرية في باريس الآن، ولا ما زالت هناك أي تداعيات؟ تم حلها فورا، وبناء على طلب من القنصلية تدخلت الشرطة الفرنسية وقامت بصد المعتصمين، لأن ده بيمثل تعطيل للعمل وخرق للنظام العام داخل القنصليات اللي عليها مسؤولية انها توفر الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين. طيب ماذا عن الرسائل الالكترونية اللي وصلت للبعض بالامس حول تأجيل الاستفتاء في بريطانيا في السفارة المصرية في لندن؟ دي رسائل كاذبة، وخدوا العنوان الإلكتروني للسفارة في لندن وغيروا حرف أو حرفين داخل العنوان، وقاموا بتعميم رسالة كاذبة بأن عملية الاستفتاء تم تأجيلها في بريطانيا، وده اللي احنا نفيناه جملة وتفصيلا، وأصدرنا بيان رسمي، وقامت السفارة في لندن بالتواصل مع جميع أبناء الجالية للتأكيد على أن نعم. عملية التصويت ماضية قدما في التوقيتات. لكن تم إرسال هذه الرسائل سعاد سفير من البريد الإلكتروني للسفارة المصرية؟ لا، هذا خطأ، ما حصلش. العنوان غيروه، بدل Embassy of Egypt بدل مثلا حرف الدي غيروه الحرف الاي لكي يبدو مشابها كنوع من التضليل، يعني بالضبط كده، وعملوا
اكونت جديد او حساب جديد وارسلوا منه هذه الرسائل الكاذبه واللي احنا نفيناها على الفور، وتم التعميم على ابناء الجاليه ان الاستفتاء في موعده وتوقيته من 8 ل 12 يناير من 9 ل 9 صباح ل 9 مساء ان شاء الله. على كل حال بريطانيا يصوت فيها او من المتوقع على الاقل عدد المصريين المسجلين في جداول الانتخاب فيها 6777، واحنا عارفين انه لندن تعتبر من العواصم اللي فيها تواجد كبير لافراد تنظيم الاخوان المسلمين، وبدا ايضا بالامس بدات اجتماعات للتوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه من خلال فريق قانوني دولي كلفته الجماعه لمقاضاه الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكرك جدا سعادة سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية البريطانية على هذه المعلومات، وأنتقل إلى دول الخليج. في دولة الإمارات أيضا بدأ التصويت هناك، عدد كبير من المصريين متواجدين هناك، وللتعرف على مزيد من تفاصيل المشهد معي على الهاتف السفير إيهاب حمودة سفير مصر في دولة الإمارات. صباح الخير سعادة سفير. صباح الخير، اهلا بحضرتك، طمنا على وضع التصويت على الدستور في الامارات الان. احنا بدانا طبعا عمليه التصويت في الساعه 9 صباحا، ومنذ الساعات الاولى يعني يمكن قبلها بفتره كان في اعداد كثيره من ابناء الجاليه المصريه حضروا للتصويت على هذا الدستور الجديد، وعملنا امبارح غرفه عمليات تم اتخاذ اللازم فيما يتعلق بتنظيم اللجنة الانتخابية بمدينة أبو ظبي، وهي بتضم مدينة العين والمنطقة الغربية، أعداد الناخبين المصريين أو المصوتين تكون في حدود أو بالتحديد 30,286 ناخب بخلاف المجموعة الأخرى من أبناء الجالية المصرية تابعين للقنصلية العامة في دبي، ودي بتضم باقي الامارات الاخرى، راس الخيمه والفجيره وعجمان. العدد الاجمالي سعاده سفير للمصريين المسجلين في جداول الانتخاب او 38,600 ناخب مصري. يعني انا معايا كشف الحقيقه باعداد المصريين المسجلين في الخارج في جداول الانتخاب صادر من وزاره الخارجيه. عدد المصريين المسجلين في الامارات في جداول الانتخاب 67,666 مصري. هل هذا الرقم دقيق؟ 67,666 انا اسف. صح بالضبط. ده اجمالي المصريين المسجلين في جداول الانتخاب هناك. هل في اي توقعات سعاده سفير لاحداث عنف ربما يعني تمارس من قبل بعض المنتمين للاخوان؟ يعني انا ملاحظ التواجد وفي اقبال شديد جدا من الناس، والتوقعات كلهم طبعا جايين وكلهم اكنهم في عرس. يعني لاحظت حتى اعداد كبيره منهم جايين كعائلة كاملة، يعني بأولادهم بأبنائهم، وبنقوم بتقديم كافة التسهيلات المتاحة لنا والممكنة بحيث ان احنا نخرج هذا الاستفتاء في احسن صورة لي بإذن الله. لكن لا توجد اي توقعات لاي احداث قد تفسد هذا التصويت من قبل بعض المنتمين للإخوان؟ في بعض المشاكل اللي ممكن نحصرها في ان مثلا شخص مقيد مثلا في اللجنة الانتخابية في دبي وطلب ان هو يعني يصوت في ابو ظبي. القيد الانتخابي طبعا لابد ان احنا نلتزم به حتى لا يحدث اي يعني تجاوزات في هذا الشأن. هناك ايضا مشاكل مثلا احد المواطنات متواجدة موجودة في مدينة ابو ظبي دلوقتي، وهي تحمل باسبور كندي ومقيدة في لجنة اوتوا، فدي كانت برضو عايزة تدلي بصوتها وجاية وبتقول أنا عايزة أقول نعم في هذا التصويت ومش عارفة أقول نعم. يعني أرجو هذا بعض المشاكل اللي بتظهر في هذه الأنواع من التصويت ان احنا نتلافاها في المراحل القادمه ان شاء تمام. الله. طيب ولكن مره اخرى انا اكرر على حضرتك نفس السؤال، يبدو حضرتك ما سمعتوش بدقه، هل هناك اي توقعات لافساد هذا التصويت من قبل بعض المنتمين للاخوان المتواجدين في دوله الامارات؟ لا ما فيش اي مشاكل، ولا في يعني حتى لو في بعض المواطنين من اخواتنا من الاخوان بيجوا بيصوتوا له الحق ان هو يصوت عادي، هو مواطن مصري في الاول وفي الاخر. لكن كيف تتعامل السلطات الامنيه الحمد لله يعني.
كيف تتعامل السلطات الأمنية في دولة الإمارات مع من يمارسون دعاية سلبية ضد هذا الدستور خارج اللجان إن وجد طبعا؟ من لم يحدث أي دعاية خارج اللجان، والسلطات الإماراتية متعاونة للغاية، قامت بمد السفارة بترتيب الطوابير وتنظيمها، وكان التعاون واضح جدا ما بين السلطات والناخبين مباشرة وليس السفارة كمان. أنا بشكرك جدا سعادة سفير إيهاب حمودة سفير مصر لدى دولة الإمارات على هذه المعلومات، ونتمنى انتهاء التصويت على خير إن شاء الله.